بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نبدأ في المحاضرة الثالثة من Reservoir Simulation. طبعا بنكملوا على الداتا اللي هي required بحيث اننا ندير عملية موديل بيلدينج. قلنا نحن نحتاجه للسيزميك داتا، نحتاجه للكور داتا، نحتاجه للويل لوج داتا، نحتاجه طبعا للاوبن هول، نحتاجه ايضا للسكال داتا، للبي في تي داتا، للهيستوريكال داتا. طبعا عندنا كل اللي نحتاجون بحيث ان احنا نبدا في عمليه الموديل بيلدينج وخطوه بخطوه. قلنا بدينا في عمليه الانبوت للداتا من البروستي بيرمابيليتي ساتوريشن، بعدين درنا لها عمليه اب سكيلينج، درنا دايناميك موديل، بعدين تكلمنا على البي في تي داتا. اليوم ان شاء الله بنتكلم على نقطه مهمه او داتا مهمه جدا اللي هي السكيل داتا. شنو هي السكيل داتا؟ طبعا هذا اهم جزء في الدايناميك ريزرفوار موديل اللي هو السكيل داتا. طبعا هو المسؤول ريسبونسبل اوف انيشال فلويد ديستريبيوشن، طبعا هو المسؤول عن الحركه او توزيع الفلويد داخل الريزرفوار. يعني نلقوا ووتر، بعدين اويل، بعدين غاز. من مسؤول عن التوزيع؟ هذه طبعا مسؤول عليها السكيل داتا اللي هو اللي بيكون الكابيلر بريشر بالاضافه للجرافيتي اللي هو يسموه الموديل انيشاليزيشن، والفلويد موفمنت اللي ميلي بتكون بتكون الكابيلاري او الريلاتيف بيرميبيليتي. طبعا السكال داتا از ميلي كونسيست اوف كابيلاري بريشر وريلاتيف بيرميبيليتي. كيف حكينا طبعا السكال داتا يسموا فيها او اختصارا ل سبيشال كور اناليسيس داتا از اكسبنسيف. طبعا هي اختصارا لل سبيشال كور اناليسيس، هي طبعا قال لك اكسبنسيف، تيكس مور تايم، مرات years to finish يعني تاخذ سنوات باش تكملها. Special core techniques تحتاج انك تاخذ العينات الاسطوانية او الكور باجهزة معينة او بنظام معين، و فلويد حتى الدريلينج فلويد نفسها انك انت تدير عملية ديزايننج للدريلينج فلويد بحيث انك تاخذ كت او تاخذ كور باش تجمع او باش تحصل بريفنتيف او بريفنتيف كور، يعني كور سليمه محفوظه ما فيهاش اي دامج صاير لها من الدريلينج فلويدز او من اي شيء اخر. طبعا بعض او قال لك العديد من الريزرفوارز دو نوت هاف جود سكيل داتا. في عده ريزرفوارز ما عندكش، ما درتلهاش سكيل داتا او ما درولهاش سكيل داتا، ولكن هذا قال لك ما يوقفناش من عمليه الموديل بيلدينج. ماني عندنا عده طرق اخرى لانشاء او لجنريت ساتوريشن فانكشن فروم انالوجز، مثلا زي ريزرفوار مشابه للريزرفوار اللي عندك، مثلا تقدر تاخذ نفس الداتا وتحاول تغير فيها بحاجه بسيطه وتحاول تطبق نفس العمليه، او انك تدير حاجه اسمها ساتوريشن هايت فانكشن. تو نجو ان شاء الله. السكيل داتا بنقسموها في الغالب لدرينج داتا وامبيبيشن. الدرينج هذه الدرينج بروسيس از ديفايند وين نون ويتنج فلويد از ديسبيسنج الويتنج فلويد. امتى تصير الدرينج هذه؟ تصير في الهجره الاوليه للاويل، لما يتحرك الاويل من السورس روك بيتحرك باتجاه الريزرفوار. يلقى شنو قدامه؟ في الغالب يلقى ريزرفوار ساتوريتد ويد ووتر، فشنو يدير؟ الاويل يدير عمليه ديسبليسنج للاويل، للووتر اللي موجود في الريزرفوار. يبدا الاويل جاي يسير عمليه مايجريشن من السورس روك ماشي باتجاه الريزرفوار روك. شنو يصير؟ نحن كيف ما قلنا الريزرفوار روك بداية بيكون saturated with water، فالأويل يدير لعملية displacing ويحل محل، يسموا فيها العملية هذه drainage. لما non-wet phase اللي هو الأويل displacing the wetting phase اللي هو الوتر. This process happened during oil migration from source rock into the trap. Oil is displacing formation water. Gravity and capillary pressure are responsible for initial oil distribution or fluid distribution before drilling any well. الريزرفوار از اندر ايكولوجيوم. هذه النقطه المهمه جدا، ان احنا قبل ما نحفر اي بير في الريزرفوار راه الريزرفوار قاعد تحت حاجه يسموا فيها اندر ايكوليبريوم، متزن، قاعد في حاله اتزان بدون اي فقد في البريشر او بدون اي حركه للفلويد فور ماني ييرز. الدرينج كابيلر بريشر از امبورتنت فور ذا بروبر انيشال فلويد ديستريبيوشن موديل انيشلايزيشن. هاي طبعا السكيل داتا. طبعا هنا عندي الساتوريشن اوف ووتر، وهنا عندي الكابيلاري بريشر. شوفوا هنا مثلا، هاي طبعا عندنا عده سامبلز، هنا سامبل 2، سامبل 10، سامبل 12، 14، 56، 58، 65، وهكذا. طبعا عندي عده عينات. هنا نشوفوا ان كل قيمه من قيم الساتوريشن او من الكابيلاري بريشر عند ديفرنت ووتر ساتوريشن. مثلا هنا نشوفوا هنا
لما يكون عندي اقل ووتر ساتوريشن بلقى الكابيلر بريشر طبعا شنو فوق ال 80 تمام. وهذا طبعا تشوف فيها هنا، لكن لما ينقص عندي او لما يزيد عندي الووتر ساتوريشن ينقص عندي الكابيلر بريشر. شنو التفسير؟ كيف ما قلنا الويت في او النون ويت فيس يدير عمل ديسبيسنج للويت فيس تمام. فبالتالي هنا مثلا نلقوا ان عندنا ان الكابيلر بريشر هو مسؤول عن الفلويد ديستريبيوشن في الريزرفوار. الامبيبيشن داتا طبعا عندي كيف ما قلنا السكال مقسمه لمرحلتين، الدرينج والامبيبيشن. الامبيبيشن هذه لما انا نحفر بير او الشركه تحفر ابار ويبدا الانتاج، شو يصير؟ الاويل يبدا يتحرك باتجاه الابار او البرودكشن ويلز، الووتر يبدا يدير في عمليه ديسبيسنج. قبل الامبيبيشن لما الويت فيس اللي هو الووتر ديسبيسنج النون ويت فيس. This process is happening during the reservoir depletion. يصير في البرودكشن ستيج لما الووتر من الاكويفر ولا الانجكتد ووتر از ديسبيسنج الاويل. سكال امبيبيشن داتا از امبورتنت بيكوز اتس افكت ذا اويل ووتر موفمنت ديورينج ذا انتاير برودكشن لايف ذا ريزرفوار برودكشن هيستوري اند فيوتشر برودكشن بيريود. هذا طبعا مثال على سكال داتا كيف نحصله. طبعا هذه التجربه ان نحن في البدايه ياخذوا في عينه اسطوانيه تمام، كيف ما قلنا بالشروط المسبقه انها تكون مأخوذه في ظروف مناسبه، ما يكونش ديزاين دريلينج فلويد وغيره. هنا نبدا نحقنه في اويل على العينه اللي هي اصلا ساتوريتد وذ 100%، هنا 100% برايم، فيبدا يحقنه في اويل العينه تمام ديسبليسنج الى ان يوصل المرحله اللي هو الريديوسبل ووتر ساتوريشن، في عندي كميه من الووتر تبدا موجوده داخل البور سبيس غير قابله للاستخراج. بعدين نخلو العينة تبدأ يخرج الزيت، بعدين يبدأ هذا يسمون فيه الدرينج، بعدين حاجة يسمون فيه السيلف امبيبيشن، بعدين فورست امبيبيشن. في السيلف امبيبيشن هنا يبدأ الأويل يخرج بشكل تلقائي من الكور سامبل من العينة إلى أن يوصل الكابيلر بريشر صفر. بعدين نبدأ نحن نديره في عمل فورس، يعني نحن نضغطه في مية بحيث أن نحن أن نديره عملية ريموفينج للووتر، فبالتالي نوصل لمرحلة أن ما عنديش ووتر او يبدا عندي ريديوسبل ووتر اويل ساتوريشن اللي هي كميه الاويل اللي غير قابله للاستخراج اللي تبدا ترابط في البورس تمام. هلا نشوف مثلا كابيلر بريشر للووتر، كابيلر بريشر للاويل، او عفوا الريت فيرميبيليتي للاويل والريت فيرميبيليتي للووتر. نشوف مثلا هنا ان كل ما تزيد عندي الساتوريشن الخاصه بالووتر كل ما الريت فيرميبيليتي القيمه للووتر تزيد تمام. هنا كل ما وبالعكس طبعا يصير مع الاويل ان كل ما تزيد عندي الووتر ساتوريشن كل ما تقل حركه الاويل. انا اقدر افسرها ان هذه موفمنت فعلا هو عندي برمابيلتي واحده في الريزرفوار صحيح، ولكن عندي تو فلويدز او عندي تو فلويدز، عندي ووتر وعندي اويل. لما يتحرك مثلا لما يكون عندي نسبه الميه اكثر معناها الميه هي اللي بتتحرك اكثر، معناها الريت فيرميبيليتي للميه بتكون اكثر من اويل، فبالتالي يبدا عندي زياده في انتاج الووتر. والعكس صحيح طبعا، لما يتحرك لما يكون عندي نسبه الاويل اكثر من الووتر نلقى ان كميه الميه المنتجه او المتحركه في خلال البور سبيس هي اقل من الاويل، فبالتالي يسمون فيها الافكتيف بيرميبيليتي. الافكتيف بيرميبيليتي والريلاتيف بيرميبيليتي طبعا هذه مسميات المفروض انكم تكونوا عارفينها من خلال دراستكم الكورس ريزرفوار انجينيرنج. هنا نفس الشكل طبعا، هنا ممكن يوضح لي نفس الكيفيه. هنا لما يكون عندي اويل ويكون عندي غاز، يكون عندي اويل ويكون عندي غاز، نفس الكيفيه علاقه ما بين الغاز. هنا الساتوريشن اوف غاز فراكشن طبعا بالمية، وهنا كل ما ينقص عندي او تزيد عندي كميه الغاز، هنا كل ما الموفمنت اوف غاز او تزيد عندي كميه الغاز او الساتوريشن اوف غاز كل ما تزيد عندي الموفمنت اوف غاز. بينما العكس ان كل ما تزيد عندي الساتوريشن اوف غاز كل ما ينقص عندي الموبيليتي بتاعت الاويل، وبالتالي هنا او الريت بيرميبيليتي اوف اويل، وبالتالي هنا تحقق لي النظريه ان كل ما تزيد ال saturation of fluid مقابل الفلويد الثاني كل ما تزيد ال كل ما تزيد او كل ما تقل الموبيليتي او الريت بالموبيليتي للفلويد الاخر. نأمل الاستفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حالة إن ما عنديش كيف ما قلنا سكيل داتا، نقدر إني أنا نستخدم حاجة يسموها فيها لوج درايف ساتوريشن فانكشن، عن طريق استخدام الكوري إيكويشن. طبعا هذه من نستخدم الأوبن هول لوج ووتر ساتوريشن تو جنريت هايت أبوف الفري ووتر ليفل. بدنا ناخذ هنا مثلا الفري ووتر ليفل عند كذا عند عمق معين، ونبدا نحن نوزعه في الفلويد طبعا باستخدام الاوبن هول لوج اللي هو الووتر ساتوريشن الى ان نوصل للاويل زون. طبعا هذه مهمه جدا في ان نحصلوا الكابيلر بريشر فيرسس ووتر ساتوريشن. وفي طريقه اخرى قال لك موديفايد يوزز مالتي لينير ريجريجيشن تو ريليت الهاي بروستي بيرميبلتي، انك تجمع حتى البروستي والبيرميبلتي مع الار اف تي تو اس دبليو باش انك تاكد حتى على الساتوريشن.